يا ست ام سامة. السلام عليكم، ازيك يا ست غالية؟ اهلا يا ام سامة، فاكراني؟ ما بنساش حبايبي ابدا. انا اللي جيتك ثالث يوم العيد. ايوه جيتي لي واحنا بناكل في الفته. ايوه بالظبط، انت فاكراني اهو. الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحة والسلامة يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي يا اختي رايك بقى في اللي انا كنت بقوله، ان الست ما تفضلش تقر فوق دماغ جوزها كده. طب ايه رأيك انت بقى لو تتكلمي شوية مع الرجالة بدل ما انت جاية علينا على طول كده؟ انا يا اختي ما باجيش عليكم، انا عاوزه المركب تمشي. ما تقولي لهم هم. طب يا غالية سمعنا احنا. يا اختي هم فيهم اللي مكفيهم برضو، يعني شوفي بيشقوا وبيتعبوا وبيجيبوا لنا القرش اللي نصرف بيه على البيت، فلازم الست برضو الراجل يبقى جاي كده من بره شايل الهم والشغل والمواصلات والزحمه. مش اول لما يخش عليكي كده، ده العيال عملوا، ده العيال سووا، عاوزين للمدارس، عاوزين للدروس، عاوزين للايجار، لا عاوزين بس والله للنور. يا غالية عايزاكي برضه توصيهم علينا شوية، احنا مش هم على طول متوصيين يعني. بينا. أنا هنتهز البرنامج بتاعك، وعايزة أقول لجوزك كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد جوازنا ال 11. اللهم صل على النبي. فيعني أنا معلش، هو قال لي الصبح فأنا كنت ناسية، فأنا بقى بعتذر له على الهوا معاكي. طب يا اختي هو اسمه ايه؟ أمان. اللهم صل على النبي. الله يخليكي. لا يا اختي هو بقى بقول له ابن كل سنة وأنت طيب. وهو طيب وبخير انا وعقبال سمعت يا رب. كلامك اهو في الحلقه بتاعتك، هو بنفذ. يا رب عقبال 100 سنة الله يخليكي يا حبيبتي. شكرا ويديك يا ويدي حبيبه الصحة. قلبي. انا بحيي، هو بحيي البرنامج باللي انا بقوله ده. ربنا يخليك يا ام سامه. ويعني ايه قولي لجوزك بقى، بتقول لك غاليه كل سنه وانت طيب، وليك شويه القرابيط دول عزمناها تورته العيد السنه. وانت طيبه يا حبيبي، وانا كمان برضو كل سنه وانا طيبه. وعقبال يا رب كده ما تقعدوا مع بعض 100 سنه. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا غاليه. شكرا سلامي يا ليكي حبيبه ولكل قلبي. الناس اللي عندك. الله يخليكي يا حبيبتي، مع الف سلامه. مع الف شكرا يا سلام. حبيبتي، الله يسلمك.